اهلا بكم. في موضوع مهم جدا يا جماعه، ممكن ياخر الحمل وممكن ياثر على الست جدا، وتاثيره كبير فوق ما انتم متخيلين. الضغط العصبي، الحاله النفسيه، انها ما تكونش مستريحه، انها ما تكونش سعيده، انه في ضغوط نفسيه تمارس عليها، انه في ضغوط عصبيه تحصل وتؤثر عليها. علميا طبعا التأثير النفسي على الحمل كبير جدا، بيأثر على الغدة النخامية الحساسة جدا لأي ضغط عصبي. ده في حالات يتوقف إفراز الغدة النخامية من الهرمونات تحت تأثير الضغط النفسي العنيف، حالة اسمها كده أنوركسيا نيرفوزا، تبص تلاقي الهرمونات اللي طالعة من الغدة النخامية ما تشتغلش. كمان في حاجة في العامل النفسي مهمة جدا، إن الرجل والست نفسهم يحملوا في مشاكل معينة، فيدخلوا منظومة طبية عشان يسألوا على أو يرغبوا في أنهم يحملوا، فيحسوا بالضياع داخل هذه المنظومة الطبية، مش فاهمين حاجة. يعني أكتر حاجة تأثر نفسيا على أي مريض أن يدخل مكان يقولك محدش بيكلمني، محدش فاهمني. وطبعا في المنظومات الطبية الكبيرة المسؤولة عن الحقل المجهري أو الإخصاب المساعد، خلينا نروح في الإطار العام، في خطوات كتيرة، في تحاليل، في بروسيدرز، في انفستيجيشن، فحوصات. فالمريض والمريضه لازم يتقال لهم، يشرح لهم، ولازم يبقى في كل خطوه في حد بيفهمه، احنا هنعمل كذا عشان كذا، وهناخد الدواء ده عشان كذا، وهنعمل الفحص ده عشان كذا، وهنلجا الى تجميد الاجنه او استخدام مش عارف ايه عشان كذا. فطبعا الكلام ده حتى لو اتقال لهم في محاضره في الاول هينسوه، فلازم باستمرار يشرح لهم بانتظام. العامل النفسي شيء مهم يا جماعة جدا، وجزء مهم، وسر النجاح مهم. النهاردة ده جزء من حوارنا، لكن قصص النجاح يكمن وراها قصص علمية مهمة، وأبطال اتخذوا العلم طريق لهذا النجاح. ده جزء مهم النهاردة في حوارنا. الحقيقة حوار النهاردة مهم جدا، وطبعا ضيف مهم جدا. ضيفي أنا بعتقد انه يعني مصدر فخر لينا ان هو موجود معنا، بلا شك قيمه علميه كبيره جدا، ده مش مجامله ولا نفاق، لانه هو قيمه علميه كبيره جدا في عالم النساء والتوليد. بالاضافه لكده هو استاذنا، بالاضافه لكده رجل اكاديمي من الطراز الاول، وكان اقناعه بالظهور في العالم صعب جدا، واقناعه بنقل الفكر العلمي الى الشاشه شيء مش سهل. لكن النهاردة هنستمع إلى علم خالص من رجل أكاديمي من الطراز الأول، بيميزه شيء مهم جدا في الطب جدا. according to the book الكتاب بيقول إيه؟ يقول كذا، بنعمل كده بدون أدنى آراء متطرفة أو بدون الخروج عن نص الكتاب والعلم الحقيقي. أستاذنا الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح. دايما الشطارة والمهارة ليه؟ اللي حافظ الاسم كويس وفهمها كويس ويقدر يشخصها، لان هو ده بدايه معرفه الطريق السليم. هي المشكله كلها في تقدم العمر عند السيدات، وجود المخزون ما بين البيضات نفسه بيكون قليل، وطبعا نسبه الحمل هتقل عندها، لكن ما هياش مستحيله. هل في فعلا ازواج الرجل يعني ما يحملش حيوانات منويه ليها سمه الكروموزوم الذكري؟ زوج مخلف قبل كده كذا مرة وصل لنسبة الحيوانات المنوية عنده بقت زيرو. الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القصر العيني جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب، زميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتمليد لندن، دبلوم أمراض الخصوبة جامعة جنيف سويسرا، زميل الجمعية الأمريكية للخصوبة، زميل الجمعية الأوروبية للخصوبة، رئيس مجلس إدارة مستشفى الداير. الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح. اهلا بك يا دكتور اسماعيل، وحشني جدا. انت كمان. عايز ادخل في سؤالين في البدايه، وبعدين هشوف حالات نجاح مهمه جدا في بدايه. السؤالين هو
هل العامل النفسي بالقوة اللي أنا اتكلمت فيها دي جنب العامل العضوي، وهل لابد أن يوجد في فريق أو يعني حرصت أن يكون موجود تيم وورك خاص بالانضباط النفسي بالشرح النفسي؟ طبعا بص، هي طبعا العامل النفسي ده زي ما انت قلت هو مش بيأثر نفسيا، مش عارفين ليه، واحنا عارفين ان في اول خطوة في التبويض بصفة عامة عند السيدات هي ان الهرمونات الغدة النخامية بتخرج، وهرمونات الغدة النخامية دي بتأثر عليها من المخ، فبالتالي اي تأثير احنا بنشوفه ممكن يتأثر عليه لو كان في اكستريمز، في مثلا واحدة عندها ديبريشن جامد جدا، واحدة عندها اكسايتمنت جامد جدا، الحاجات دي كلها ممكن تؤدي الى ضعف في التبويض، فبالتالي الدورة ما تنتظمش فما بيحصلش حمل. الحاجات اللي هي الاكستريمز زي مثلا الناس اللي عندهم ستريس وقت الامتحانات، احنا بنشوفهم كتير جدا في طلبة الدكتوراه، وفي كتير جدا اللي هم بيعملوا ستريس جدا على نفسهم، تلاقي بتقعد بيرد 3-4 شهور ما تجيش، اول ما الستريس يروح يرجع تاني الدورة الشهرية منتظمة. فبنقول ان الناس دولت فعلا الستريس اثر عليهم سلبيا. الحاجة التانية انك انت لما بتكون بتشتغل في اي منظومة مهم جدا الحالة النفسية علشان خاطر نجاح اي عملية اي حاجة جراحية. فالقصة دي احنا حرصنا عليها في المستشفى بداية، ان احنا في فريق من الطب النفسي بيبقى موجود، بالذات الناس اللي هم بقالهم فترات طويلة ما حصلش عندهم حمل، غصب عنهم سواء احنا رضينا او مرضناش هيبقى عندهم نوع من الاسترس، هم داخلين على مكان جديد بياخدوا تجربة اول مرة بياخدوها، موجود في مكان هم نفسهم مش عايزين ان هم يتواجدوا في مكان للعلاج، فاحنا بنحاول ان احنا نسهل لهم الموضوع بشكل كل التيم بيبقى بيحاول يتعاونوا معاهم، وفي نفس الوقت يبقى في ناس متخصصه في الصحه النفسيه انها تقدر انها تشوفهم لو كانوا محتاجين اي علاج نفسي او حاجه. تعالوا نشوف مع بعض اول قصه انسانيه مهمه جدا، تعالوا نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي كلثوم اسماعيل، اسماعيليه ومتجوزه في سوهاج، متجوزه من 20 سنه وما حصلش حمل قبل كده، وعملت العملية مرتين، عملتها مرة في سوهاج وعملتها مرة في مصر وما حصلش نصيب. الحمد لله ربنا كرمني وأنا دلوقتي في توقع، واللهم لك الحمد، ولد وبنت، وبسم الله ما شاء الله الشهر السادس. أنا الحقن كان التوجيه اللي وجهه الدكتور إسماعيل غير خالص اللي دكاترة كانوا بيوجهوني قبل كده، يعني الدكتور إسماعيل كل حاجة كان بيقولها لي بدقه ان انا اعمل كذا واعمل كذا، هناك كان بيدوني العلاج وخلاص. في الشام اللي هو الحديد والفيتامينات والحاجات دي ما خدتهاش قبل كده. الحقن تحت الجلد كان الدكتور اسماعيل كان بيقول لي لازم تتاخد في الاول في البطن، الاول كانوا يقولوا لا خديها هنا من اي مكان. بيدي الحقن بس من فتره معينه قبل العمليه مباشره، بعد العمليه بوقت الحقن. الدكتور اسماعيل قبل العمليه لحد دلوقتي الشهر السادس، ان شاء الله برضه مستمرين لحد الدكتور ما يخلص زي ما قالت لك المدام كلثوم، ان احنا عملنا عمليه خير عيني برضو ما حصلش نصيب 2007، وعملنا برضو في سوهاج ما حصلش برضو نصيب، عملنا العمليه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل يعني ربنا جعل الدكتور اسماعيل سبب انه ربنا كنا بالتوأم محمد وفاطمه ان شاء الله، وزي ما قالت لك شايفه في الشهر السادس. اخواننا في الصعيد طبعا مهم قوي كلامه، لانه واضح انه كان في 20 سنه فاتوا الست ما حملتش فيهم 20 سنه. لما بيبقى في محاولات قبل كده للحقن المجاري احنا بنحاول دايما نشوف ايه سبب عدم حدوث الحمل ونحاول ان احنا نتجنبه. يعني احنا بنشوف الاول هي، ودي بتدينا ايديا كويسه جدا بالذات لو قدروا ان هم يجيبوا البروتوكولات السابقه، ان احنا ننتقي افضل البروتوكول اللي احنا نقدر نتعامل بيه، ونقدر ندي لها ادويه التنشيط المناسبه ليها، وفي نفس الوقت لابد ان احنا ننظر للزوج نشوف اذا كان الزوج دوت محتاج حاجه. كتير جدا من اسباب فشل حدوث الحقن المجاري العمليات ان يكون في مشكله عند الزوج نفسه، فبقينا نعمل تستات زي الدي ان اي فراجمنتيشن تيست دوت يشوف لنا اذا كنا محتاجين نعمل العمليه ديت للزوج بالحيوانات المنويه بالطريقه الطبيعيه، ولا نحتاج ناخد عينه من الخصيه. في تستات كتيره جدا للزوجه بتقول لنا افضل بروتوكول تاخده ايه،
فبالتالي احنا غيرنا لها على البروتوكولات السابقه اللي اخذتها، وهي مش بس حملت، هي عندها حمله في توينز وعندها برضو مجمد، يعني ممكن تحمل برضو مرات تانية. القصة كلها اللي احنا بنحاول نقولها ان الناس ما تيأسش لو عملوا مرة او مرتين قبل كده، لان ربنا بيكرم في الاخر خالص. انا دايما بقول لو حد كل مرة في قادد، يعني كل مرة النسبة بتزيد، هي بتزيد ككليا، يعني هي بتبقى زي ما هي بس بتزيد كليا، التراكمي بيزيد في الاخر خالص. فالحالة زي كده احنا شفنا ازاي انها دلوقتي حامل وقربت تولد ان شاء الله يعني، وهو دوت اللي احنا بنقوله ان دايما الناس تحاول مرة واثنين، لو ما كانش تحاول مرة ثالثة وتشوف البروتوكولات وتشوف ايه اسباب عدم حدوث الحمل ونحاول نتفاداها، وبحيث ان احنا نصل في الاخر خالص ان يحصل حمل. طيب انا معلش انا هسأل سؤال باسلوب بتاعنا احنا في البطنة، يعني اللي هو ايه بقى، هرجع تاني لحالات مشابهة، يعني انا هاخد، ما هو في ناس زي الحاله طبعًا دي طبعًا. هيسالوا سؤال مهم قوي، طب احنا دلوقتي شايفين حاله اللي انتوا عرضتوها لنا دي عملت مرتين قبل كده وفشلت، واكيد كان في قصور ما يحيط بالمرتين. مش لازم، بص يا ايمن، هو برده مش لازم قوي، يعني انت بتحاول تعمل اللي عليك، هو مش لازم ان يكون في قصور، ممكن تكون بالصدفه انه ما حصلش حمل، يعني فاهم ازاي احنا بنقول ايه، يعني ممكن حاله تيجي تعمل اول مره وكل حاجه تبقى كويسه. هي نسبه الحمل، ما هي برده الحاجه اللي لازم نفهمها للناس، نسبه الحمل في الحقن المجهري حتى لو كل حاجه متكامله ما هياش 100%، مثلا 50 60 70% في بعض الاحيان، لكن عمرها ما وصلت ل 100%. فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نوصلها للماكسيمم بتاعنا، ان احنا لو انت شفت النظم اللي بتتعمل عشان خاطر عملية الحمل المجاري دي تمشي، هي منظومة من الصعب جدا انها تحصل بسهولة، يعني ما هيش مثلا ايه معمل تحليل تروح تحلل فيه عندك الكيت التحليل ظهر خلاص انت عرفت التحليل، لا، هي الموضوع اكبر من كده بكتير قوي. الموضوع لازم فيه تعاون من الزوج وتعاون من الزوجة، وادوية تنشيط بتعطى للزوجة وتحسن التبويض بالنسبة لها، وبعد كده تحدد ميعاد سحب البويضات، ده ممكن يختلف من حاجة لحاجة ومن ساعة لساعة، وتحدد البريشر اللي انت بتسحب بيها البويضات تبقى قد ايه، وبعد ما بتسحب البويضات الميديا اللي هتتحط فيها، وتقعد تفرق ما بين ميديات معينه، وبعد كده تشوف اذا كانت هتعمل اطفال انيب ولا حقن مجهري، ولما تيجي تعمل لها حقن مجهري بتحقنها ازاي وتحقنها كام بويضه، وبتستنى عليهم قد ايه وبتحقنها بعد قد ايه، وبعد كده تشوف الاير بيريفيكيشن حواليك اللي موجود داخل معمل الاجنه، هل هو الاير بيريفايد كويس ولا لا، المحضنات لازم تنتقي افضل حضنات تحطها فيها، حضنات كل شويه بيبقى فيها تطورات، كنا الاول بالحاجات الثنائيه الغازات دلوقتي بقت ثلاثيه الغازات. الحاجات التطوير ده كله هو بيوصل في الاخر خالص، كل حاجه من دولت بتقاد مثلا 1% زياده 1% وهكذا لحد ما تصل الى اعلى نسب نجاح اللي هي زيك زي بره. احنا بالعكس احنا النسبه عندنا ساعات كتير اكتر من كل اغلبيه المراكز اللي بره مصر. القصه عشان تقدر توصل لها ديت منظومه لازم تبقى موجوده في مركز كبير، لازم يكون فيه اطباء كتير. احنا عندنا الامبريولوجيست بس من 8 ل 10 امبريولوجيست بيشتغلوا جوه المعمل، كل دولت بيشوفوا كلهم قادرين على كل خطوات اطفال الانابيب والحقن المجهري. فانت عشان تقدر توصل للمرحلة دي انت بتاخد منك جهد ووقت وكفاءة بتبنى على مدى السنين. يعني سؤال كلاسيكي طبعا، يعني الست هنا 35 سنة وحامل في توأم، فهنا هي نفسها ممكن تكون قلقانة من سنها، والمماثلين ليها او القريبين من سنها 35 سنة على فكرة مش كبيرة قوي، يعني يعني قصدي 35 سنة مش كبيرة ولا شباب. هي بص طبعا حمل في توأم هو حمل اخطر من العادي شوية، يعني دايما ايه بنقول هاي ريسك بريجننسي شويه حمل في توأم، يعني احنا دايما بيبقى نفسنا قوي ان يبقى حمل في واحد، حمل في توأم يبقى يعني دايما بيقول لك دبل ترابل اللي هو الحمل في توأم اصعب شويه، لكن بنقدر نتعامل معاه، يعني بنبقى عندها مثلا زياده في نسبه ان يحصل ولاده مبكره، زياده في نسبه الاجهاض، زياده في نسبه مثلا ان يجي لها تسمم في الحمل، في زيادات كتيره جدا في مخاطر الحمل كلها، المخاطر اللي بتزيد مع التوينز، لكن احنا بنقدر ان احنا نعملها فريكوينت فيزيت، بتيجي زيارات اكتر شويه، بتيجي بنشوفها بنعملها اشعه ثلاثيه الابعاد اكتر من العادي، الحاجات دي كلها علشان الحمل بيتم بطريقه سليمه عشان نصل في الاخر خالص ان الام تكون كويسه هي والاطفال بتوعها. يعني عايز اشوف الحاله الثانيه برضو، لان احنا عندنا حالات مميزه قوي جدا، والحاله الثانيه بالذات فيها يعني اكتر من رساله، واولهم رساله رائعه بس مش يعني زي ما بقول مش هسبق احداث الرسائل، لكن هي رساله تتضمن معنى مهم يسعى عليه كل المنظومات الطبيه خصوصا متقدمه جدا في مصر. تعال نشوف هذه الحالة المهمة والرسائل المتضمنة في هذه الحالة، نموذج للنجاح. تعالوا نشوف مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوهم معامل إسماعيل محمد رحمة من السودان. الحمد لله المراحل كلها مرضى على خير. الحمد لله الحمد لله السبعة كاملة سي حتى الحمد لله ربنا أرحمهم إليهم ونبدأ الحمد لله بشكر. الحمد لله في السنة الثانية ربنا رزقنا بابن أحمد ربنا رزقنا يوم 23/9/2012 يعني ابن أحمد الدكتور النمار هو الدكتور إسماعيل الحمد لله. بس إن شاء الله عوض من كبر ربنا يكتب الناس كلنا إن شاء الله في الجمع خجرة للزرية. فالحمد لله سيبتنا معهم إن شاء الله قلت ربنا يكتبنا إن شاء الله الجمع الزرية لهم كل سنة طيبة إن شاء الله. الرسالة الأولى طبعا السياحة العلاجية. أما يعني احنا كل المنظومة الطبية الراقية في مصر وكل المنظومة الطبية القوية في مصر تسعى وراء بص يا ايمن، هو في جملة كده انا عجباني جدا، الجملة دي يعني حد قالها لي من اصدقائي اللي هم بيزوروني من بره لما شافوا المكان عندنا في المستشفى ده، قال انا ارتقيت بمستوى الخدمه الطبيه في مصر. يعني ايه؟ انت لما انت بتشوف مركز زي بدايه، مستشفى زي بدايه، ومستشفيات تانية برضو حاجات من مراكز مختلفه المستوى الخدمه الطبيه فيها عالي، انت نفسك بتدفع بقيه المراكز وبقيه المستشفيات ان هم يعني المريض بعد كده مش هيقبل باقل من الخدمه الطبيه دي. يعني انا ده من ضمن الحاجات اللي انا بتشجعني جدا، الكلمات اللي بتتقال ديت لما مريض بيزور مستشفى زي مستشفى بدايه هو لا يمكن هيروح حته تانية بتقدم مستوى اقل، فده هيرفع بمستوى الخدمه في الاماكن التانيه، وبالتالي احنا بنرفع مستوى الخدمه عندنا. اللي بيستفيد في الاخر خالص هو المريض. يعني المريض في الاخر خالص لما المريض بيجي من بره وبيجي ناس من بره وناس من دول اوروبيه بيقولوا ان ده من افضل الاماكن اللي هم شافوها في حياتهم في الخدمه الطبيه، انا جدا ده في حد ذاته بيشجع الاطباء كلهم اللي موجودين وبيشجع التيم اللي موجود وطول الوقت بيسعوا ان هم يحسنوا من نفسهم. مش بس بقى المستشفى عندنا، هلاقينا ان في مستشفيات تانية بدات ترتقي بمستوى الخدمه عندها لان المنافسه بقت اعلى من المستوى اللي هو المريض بيقبل بيه. الحاله الثالثه حاله مثيره جدا، وهيبقى برضو في كم من الأسئلة المتعلق بالحالة النفسية اللي هي أول كلام إحنا قلناه، لأن الحالة الثالثة في ضغط نفسي عليها. تعالوا نشوف مع بعض. متجوزين منذ 17 عام، تعالجنا بعد الجواز يمكن من 3 سنوات وما كان في حمل، أتينا إلى مصر بحمد الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وربنا فتح علينا وتوفقنا ولله الحمد. وكذلك معي أنا رفقاء من اليمن حصلت لهم يعني ما شاء الله يعني نجاحات كبيرة في هذه المستشفى، منهم يعني لو عايزين نذكر الأسماء منهم عبد الجبار، عبد الفتاح، اللي حصل لهم ما شاء الله ومعهم توأم، معهم توأم، حصل لهم توأم والآن في أتم الصحة والعافية ولله الحمد. الشعب اليمني الجميل ربنا يعني يرفع عنهم. هي اللي انت بتقوله هي السياحه العلاجيه، لكن انت لما بتبدا هي احنا عندنا طبعا طول عمرنا بيجي لنا السياحه العلاجيه ديت. انا بقول الارتقاء انك انت توصل للمستوى انك انت تقدم لهم خدمه افضل من اللي حواليك، يعني بنقول عليها ريجن دايما. يعني احنا لما بيجي لنا حتى الاطباء الخارجيين لما بيجوا دايما الجمله اللي بتتقال احنا انتوا حاجه سبيسيفيك في الريجن، مفيش زيكم في المنطقه اللي حوالينا، المنطقه اللي هم قصدهم نورث افريكا والميدل ايست، هي ديت الريجن اللي بيبقى دايما قصدهم عليها اللي هو شمال افريقيا والشرق الاوسط بالظبط. هو انت بتحاول دايما ده الحته اللي بتنافس فيها. يعني القصه انا بنقول انت كل ما بتقدم خدمه طبيه مميزه كل ما الناس بتعرف لوحدها، يعني من غير حتى اي كلام الناس فين، وسونر وليتر هما بتلاقي المكان المميز دايما الناس بتروح له. وهو راس المجموعه اصحابه كلهم عبد الجبار واصدقائه. هو الشعب اليمني شعب جميل قوي. بس انا هنا لفت نظري حاجه، هم واضح انه كانوا تحت ضغط عصبي هناك، كمان الرغبه في الانجاب
اكبر بكتير من حتى الرغبه من مصر. في الانجاب اكبر بكتير جدا في الدول العربيه. المشقه اللي هم بياخدوها علشان خاطر يقدر يجوا، عشان احنا كده دايما بنقول ايه، انت لازم تحاول دايما تدي امل للناس اللي جاي لك من بره، لان هو مش بس بيتكلف في مصاريف العلاج في مصر ومصاريف العمليه اللي بيعملها، بيتكلف مصاريف الاقامه، مصاريف الطيران، مصاريف يعني حاجات كتيره جدا بتخش، مصاريف البعد عن بلده في فتره لمده شهر ونص، توقف العمل، كل الحاجات دي الطبيب لو ضميره ما رعاهاش مع المرضى دولت، هو ده يعني ده اكتر حاجه بتخلينا دايما احنا كمان اندر ستريس، ان احنا نحاول نحقق لهم نجاح. فده يعني الحمد لله في الاخر خلاص بتعمل الاوبتيمم وربنا بيوفق في الاخر. يعني حواره كان فيه جزء مهم جدا جدا، ويمكن الاذكياء سياخدوا بالهم من انه هذا الحوار هو حوار يكرس ما يسمى بالكونسلتو، ما يسمى بالعمل الجماعي. عند طبيب الذكورة هو لازم المكان اللي بيتعامل مع تأخر الإنجاب يكون متضمنا عمل جماعي يجمع ما بين النساء والذكورة. صح يا ايمن، هو القصه كلها احنا عندنا قسم الذكوره، احنا عندنا كله اساتذه موجودين معانا، اساتذه الذكوره اللي عندنا بيشوفوا حالات اللي هي محتاجه علاجات. احنا كتير جدا من الحالات بناخر لها العلاج نفسه لحد ما طبيب الذكوره يقول لنا ان هو جاهز عشان خاطر نقدر نعمل له الحقن المجهري، او يقول لنا مثلا احنا هنعمل له العمليه الفلانيه الاول، او ان احنا هندي له العلاجات، عشان خاطر اللي انا شايفه ان بالطريقه اللي احنا عاملينها ديت بنوفر احسن فرصة ان يحصل حمل، لان احنا مش بس الزوجة هي اللي احنا طبيب النساء بيبص عليها، اطباء الذكورة اللي عندنا بيبصوا على الذكر اذا كان في عنده مشكلة ولا لا، وبنقدر نعالجها قبليها. بس احنا في الاخر خلاص نوفر للمعمل بقى اللي هو الجزء الثالث والجزء الاهم، كواليتي من الاوسايتس او من البويضات جيدة ومن الحيوانات المنوية جيدة، فبالتالي يبقى الناتج عنهم جنين جيد، وده افضل شيء. يعني كل الابحاث اثبتت في الاخر خالص ان الجنين الجيد هو دوت اللي بيزود فرصة حدوث الحمل اكتر من تحسين بطانة الرحم. كل الحاجات دي طبعا عوامل مساعدة وكل حاجة، لكن اكتر حاجة انك انت ترجع جنين جيد من الدرجة الاولى الى داخل الرحم، وده اللي بيزود فرصة حدوث الحمل. طب تعالوا نشوف الحالة اللي جاية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مأمون سراج احمد سراج الخرطوم. الحالة طبعا مزوجين لنا 5 سنة وما كان فيها انجاب. جينا مصر هنا عملنا الحقن المجهري المرة الأولى ما نجح، المرة الثانية نجح 100% والحمد لله سلم الأم حامل بدوام. هنا السؤال الكلاسيكي، قد يحدث حقن مجهري مرة ولا ينجح. هنا لا ينبغي أن يصاب الإنسان باليأس. هو ده اللي أنا بقول لك يا أنت سألتني سؤال، قد يكون في خطأ في العملية الأولى مثلا الحقن المجهري اللي ما حصلش حمل. انا دايما بقول ايه، ادعاء الحكمه باثر رجعي دوت مش 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 حاجه كويسه قوي. يعني مش دايما ايه انا هقول ان كان في خطا ممكن يكون حصل، ممكن يكون انت اتبعت كل الظروف اللازمه عشان خاطر يحصل حمل من الحقن المجهري او من اطفال الانبياء او من whatever decision، لكن نسبه الحمل ما هياش 100%. فدايما هيبقى في ناس بيحصل لهم تجربة مش ناجحة، لكن هي القصة اللي المريض بيحس ان تعمله اللازم. انت اكتر حاجة بتضايق لو انت حسيت ان في اهمال حصل عندك، او ان لم يتم مراعاة الطرق العلمية في العلاج، مش بس الطرق العلمية، احدث ما توصل ليه العلم في المرحلة دي. يعني ما ينفعش مثلا يبقى في حاجة اخترعت بتزود فرصة حدوث الحمل ومش متوفرة عند الطبيب، وعشان هي مش متوفرة عنده عملها بحاجة أقل، مثلا نوع من أنواع الميديات اللي موجودة. لو أنا عرفت أن الميديا دي موجودة ونزلت السوق وإحنا عندنا في المستشفى بداية ما جبناهاش، يبقى ده تقصير مننا. وإحنا عرفنا أن في حاجة بتزود فرصة حدوث الحمل مثلا، وإحنا تغاضينا عن أن إحنا نجيبها ورضينا بعدد أقل من نسب الحمل، ده برضو نوع من أنواع التقصير. انت لما توصل في الاخر خالص ان انت بتعمل اللي عليك كله، المريض نفسه بيحس بكده. فعشان كده انت ممكن تلاقي مريض بيعمل عندك مره ومرتين وثلاثه لحد ما يحصل حمل، مش دايما يحصل حمل من اول مره. كتير بيحصل حمل من اول مره، 50% من الناس هيحصل عندهم حمل، بس كتير مش هيحصل عندهم حمل. تكرار المحاوله هو اللي هيزود الفرصه، وده اللي حصل هنا. هو نورتنا يا فندم، الله يخليك، خليكوا دايما مع دكتور.